يفحصون بالعيادات يعني هلا بيقول راسا بيفحص راسا بعد تحليل او تركيب صحي صحيه ما بيقول له عري زي ما سمي جي توكيز كلامي جي عم جاب بيقول جديد هلا بفحص له لو كان ماكل ما بيهمنا فحص البول ما بيهم يكون عري لكن يفضل يكون ايش بالصبح يفضل تكون زي طبعا المراه ما تكون بالدوره الشهريه تكون بعيد عن الدوره الشهريه صار يومين ثلاثه او بدا دور يومين لانه بالدوره بيطلع كله غلط حيطلع معك كميه دمويه ولا دم طمص فلذلك ما له يعني مو مظبوط. ثانيا كمان يفضل انه قبل بيوم مثلا انه تفحص البول الست خاصه الستات انه يتركي علاقه جنسيه باليوم خاصه اذا وين دب وهي سرناوي يعني طوال الليل نازلين بحطوط فبيطلع فحص البول كله غلط في غلط في غلط على الانسانه فتطلع عناصر ما لها فيها. فهذه شروط جيده هامه جدا جدا لحتى يفحص البول. هذا اذا كان بده ما ينتزع البول يحط البول بقليله إذا الدنيا شدة حطوا على البرمجة مش في درجة حرارة مرة اثنين ثلاثة أربعة ما يكفي زائد أربعة ما يكفي تقول إذا شوف حطوا بالبراد اكتبوا عليه مول من فوق الشاطئ ما في صاير أقول صاير يعني بدك تحطوا زائد أربعة زائد أربعة بنحافظ على العناصر المرضية تبعكم إذا أخذناها من المخبر 10 ربع ساعة نص ساعة ما حتخرب الدنيا. المفضل دائما تقول الصبح ياخذ كمية كافية ما ياخذ وقت ولا فنجان مش عارف على الدواء يعني ياخذ مسكوت حتى نحن الصبح بقول 200-250 سنتي الإنسان يفشع منيح حتى 500 سنتي وساعة كتائم يعني أقل تكون 100-150 سنتي حجم الكون ما يأخذ والله 10 سنتي بدون فحص بول رأسي تطلع نتيجة كلها غلط في غلط لأنه حتشوفوا ليش قديش كان عم نقدم 20-30 عنصر بدنا ندرسهم بفحص بول رأسي مع أنه ما بيكلف فيه فحص بول رأسي يعني ما كان مكلف يعني ممكن 700-800 كلاب بيكلف لها أو ألف ليرة بس فعلا بيحل لنا مشاكل كثير. هذا شو يقصد لنا ثلاث أنواع فحص بول رأسي الفحص العياني فحص العياني ناخذ شوي اللي بيقول اللي جاب المخبر نحطه كمبوب اختبار ابيض شفاف اضوء اليون او اضوء الشمس بدنا نشوف شو هالبول هذا فحص بالعين احنا عم نساويه عندنا اول شيء اللون طبعا فحص البول العادي الطبيعي هو الاصفر فاتح خفيف فاتح غامق حسب ما اصفر غامق حسب بكون انتشر ما بدك تشرب سوائل لكن ما بيكون احمر ما بيكون اخضر ما بيكون اصفر ما بيكون عرسوسي ما بيكون كل لون بفحص البول له لون معين نحن اللي بنخاف منه ايش دائما؟ اللون الاحمر، لانه كل دم احمر بس مو كل احمر دم، يعني احمر يكون اصبح احيانا مثلا يكون اكل شيء اكله اخذ دواء تطلع اصبح كيف إيه ما عم ياخذ من دم؟ بيجي اللون هو الاحمر بس ما في لا كريات حمر ولا في خضار، عرفت؟ اذا هذا لون صبغ ما له قيمه، بقى يكون مثلا اسود بسبب انه اخذ مثلا فلاجيل او اخذ فمتين تبقى احيانا في ادويه كثير بتغير لون البول، مره بتذكر جاني زميل اللي جاب لي ابنه قال لي والله ابني عم بيقول بول بنفسجي البول ما عم حد يقول له صح عم شو هذا بنفسجي انا كل اختصاص وكل شيء طلع عم ياخذ بنبون فهذا كله عباره عن لونه عم شو عم تاكل يعني عم باكل بنعمه فاحيانا الصبغه بتفيدنا هلا نحن مثلا بتعرف في شيء اسمه زرقه الميتيلين بس اذا واحد اكل طعنه او اكل حديد او اكل رد او اكل شيتين بدنا نعرف انه في ناس سوء بالحاله ولا ما في ناس سوء عم يهربوا نحط له اول نصيحه زرقه الميتيلين هون طلع زراء معناتها انه الحاله مضروب اذا ما طلع زراء معناته والله مو كلها شغال يعني زرقه بتلون البول فهي فحص كثير بسيط لانه يعني كثير صعب اذا المنطقه مردوطه والحاله رفيعه كثير بتعرف انه حالها مضروب لما مضروب فاحيانا الاصبغه هي بتفيدنا نحن احيانا نصبغ البول مشان نعرف الاشياء هذا فدائما قلت لك بجيب لك فحص بول انه شو عم تاخذ دواء لانه في كثير ادويه بتلون البول عرفت كيف؟ فليس لها قيمه المنظر بده يكون البول رايق مثل حكينا فرحه كم مره بتصفى الدم باليوم؟ ستة وثلاثين مره كل يوم مثل ما حكينا فال 180 تقسيم 5 36 تصور معنا مثل ما حكينا اذا عم تصور 36 مره بيطلع بول ايش؟ فهذا البول بمنظر رائع، هلا اذا كان عكر او غيمي معناتها في عمل يا في مشاكل ثانيه. اذا لك منظر عكر معناتها في مشكله، لازم يكون بمنظر ايش؟ رائع شفاف ابدا ما بتشوف شيء ابدا بس يعني مثل مي لكن شوي صفر حسب ما تكون في سوائل ولا التفاعل دائما البول احنا تفاعلنا حاضر بكره بسنة خامسة بكون ليش لأنه حموضة البول هي شغلة جيدة جدا، نحن البول القلبي ما بنحبه، البول القلبي بول هش بتعشقه الجراثيم، البول الحامضي بتخاف من الجراثيم، فنحن دائما ما بيش تبعها تكون حامضي،
هلا بالصيف بيميل نحو الخلاء لانه بناكل كثير فواكه وخضار، لكن بالشتاء او اذا كان اكلنا متوازن فيه بروتين حمض يعني حمض وصول بس هي لحمه الى اخره، بيميل نحو التحميض، وهذا اللي احنا بدنا اياه يعني. انه يقول يكون حامض بس ما يكون عم نطلق كمان، يعني حامض 6 6 ونص بيت شباب، بس 7 7 ونص ما بحبه قطع، عرفت كيف؟ الحجم مثل ما حكى لازم ناخذ 100 250 سم، اذا لا والله ما عم بول كثير، نحن الحجم لا بنحكم عليه بفحص البول الصباحي، بدنا نعرف البول عم بول كثير ولا بول كثير، اذا جماعه بول 24 ساعه بيجي لك بول والله يا دكتور انا بولي قليل، كل ما تقول قليل ليش النسبيه؟ كيف بدنا نعرف مضبوط ولا مضبوط؟ قلت له اخي انت بتعرف تعطي والله انا بعطي النهار الجمعه مثلا او الاحد او انا والله حلها نهارتين بعد عطلتي الاسبوعيه الى اخره، بقول له اخي بين يوم الجمعه الصباح بين يوم السبت بتبلش من الساعة 8 الصبح ل 8 الصبح كل يوم، أول 8 بتكفى هدول من تبعات الليل. قال لك أنا في يوم هو مفضي المساني صفر، وهلا ببلش نجمع، هي شغلة كثير مهمة بدي آخذ تفاصيلها بسنة خمسة اللي وقت كثير عليها هي. الجمع بقول 4 سنين بدنا نشوف البروتين، بدنا نشوف الهرمونات، بدنا نشوف الصوديوم، نشوف الشوائب. بدنا بقول مضبوط ما ينزلك والله بالطريق والله فدا واحد كله يومتها بدي يغتبط بالبيت. يعني يروح ساعتين ثلاثة بيجي بس كله بدي يجمعه ما ضروري يبني جمعة ثانية، يعني في عين فاضية، يعني تقول طبعا فرق ولا في الحال. بيجمع مثلا بول 11 بول 3 بول 9 بول 12 بالليل، ليه كذا بدهم ياخذ شفه شفه كانوا على الدواء مثل مريض نار فول لما قال انا كل بول عم باخذ اطفيه قال ما شاء الله فول والله شغله بتشوفوا كثير احيانا مره مثلا بيطلع حجم بول كثير مثلا بندرسكم شيء اسمه البيلة التافهه بسبب مثلا اللي اسمه مضبوط بيجمع بول بتلاقي احيانا 20 لتر 15 لتر نحن طبيعي لتر ونص لترين يعني بول كثير عم بيقنيني بس مره بتذكر مريض قلت له اجمع بنروح عم عبيه بتركه زيت طبعا الله يكفيكم كلها قصصها واقعيه فات على المخبر قال مين هدول الزيتات؟ قلت له هذا قال لي لك دكتور هذا قلت له ايه قال لي 20 لتر بقول له ايه بصير 20 لتر في عم نمر طالع قصر بين التفير وطالع من كل ما عاد كسر يلا بده يشرب كثير فحجم البول مثل ما حكينا لا يوزن بول 24 ساعه وسطي لتر ونص لترين لازم تشرب لازم تشرب مي زهورات عصير كله سواعي عرفت كيف؟ لانه الكليه بدها سواعي عندك مثل ما حكينا مليون فلتر في الكليه الى مليون و200 الف حكينا هذول شو بدها الفلاتير؟ سواعي بتنقي الكليه بتحاول يعني الكليه فينا فكره من السنه الخامسه معجزه من معجزات الله عز وجل كل فلتر كل نفرون عقد اي مصفات بترول العالم عقد اي مصفات بترول العالم هل كل 150 جرام مليون فلتر فيها وكله لا تعتمد على شيء كله لا بده ودي ولا بده من عم ودي تشتغل لحالك نمت ما نمت فئت ما فئت ابدا كل نزرع كل اللي احنا نقص كل اللي نحطه وتشرب ما في لا تقاسي ولا شيء بصير شريان بصير وريد بصير الحالي كله بصير شايفين بعكس كل الاجهزه عرفتوا كيف بدها تقصير هون ما في تقصير العمل خلقي ليش كان تعصيب؟ قال بس مشان الوجع مشان اذا اجتك كريزة تنويها تعصيب بس مشان الالم الكلية ما كثير بيهمك في التعصيب عرفتوا كيف؟ لانه عمل ايش؟ ويقولون انه كل نفرون يعمل لوحده يعني ما في مو عمل جماعي الكلية عمل مليون عامل فكل نفرون دولي لوحده هو بينظم حاله بنفس هرمونات ما تشوفوا السنة الخامسة حضرتك ابو تفصيل ان شاء الله اذا الله طبعا طيب نرجع للحجم مثل ما حكينا الكثافه النوعيه الكثافه قليله منيحه يعني وقت بيجي بقول صبح وبقول رق رق معناتها كلي اكل هواء فالكلي تعبانه كلي وقت بصير بلش بلش فيها تقصير تتخلى عن التكثيف بصير التكثيف عمل فاعل اكتيف تمديد باسيف هو عباره عن غير منفعل اول ما تصاب الكلي بالقصور بيقول لك عم ببول كثير اربع خمس ست ورا طيب ليش دوري عم تطلع؟ بقول له نعيم هذا بول بس ما له فقر هذا بول ما في شوائب هذا بول ما في اوصاف ما في سموم انا بيهمني نص لتر بول بس يكون كثافته عالي اكثر ما يكون 10 دوره وكثافته ايش؟ فانا بدي الكثافه الصباحيه تكون 1.018 على الاقل 1.025 28 في 1.005 1.003 هذا بول زفت بيكون او اذا عنده مشكله بالهرمون بالهرمون المضاد للدرار عرفتوا كيف عنده مشكله نخاميه بس انا الاغلب طبعا في مشكلات نادره المضاد للنخاميه كثير نادره هالفتره ما شفت السنه كم حاله لكن الاشياء انه اذا كان في بول صباحي بول قليل الكثافه هذا قصور كلوي حتى يسمو حتى ما تقول والله كلميك رايحه ما عندك دليل
طول كوكين طول كرياتين طول شغلات ثانية. الزلمة تولي سهران عم يشرب عم يشرب عم يشرب، اكل بطيخة شغلات بده بالكولا وكارول شي كاسيان طبعا بيطلع بالارطال. انا عم نحكي على الزلمة نام الساعة 10 11 بالليل فرصة حبيبي للسبعة الصبح بول تكسر. اذا ذلك الكثافة يجب ان تكون على بول صباحي وليس باللون النهاري. فهمتوا كيف؟ انا بدي اياها تكون صباحية ما باخذها بالنهار، ليه باخذ بيها بالنهار؟ لانه بنشرب قهوة وكاري وكذا وشغلات هيك. طيب بصير بول يتمدد ما هو كثافة. فهمتوا كيف؟ هذا الفحص العياني ما استعملنا شيء جسم او كواشي، ما عم نستعمل ايدينا بس. فهمتوا كيف؟ الفحص الكيميائي مو بدنا كواشي، هلا بالاول كانوا يتعذبوا كثير، اليوم في عندنا شرائط حساسة. الكثافة الشريط هذيك كل هدول الشرائط فيها ست سبع الوان، نمسك الشريط هاي نغطسها بقول دقيقة أما طالعة بيطلع معنا شو شيء كذا، بس بدنا نغسل وحدة وحدة. البروتين، البروتين يعني المفروض الإنسان ما يكذب يعني الفلاتر المضبوطة ممكن يضرب 50 ملي جرام بقول 24 ساعة، صحيح ما بيطلع فاصل بيقول لك سلي أو تريس يعني أثر زهيد ليس له قيمة. إذا قال لك والله البروتين زائدين ثلاث زوائد أربع زوائد أو كذا 5 جرام هون بقول للمريض رأسا لا يفسر البروتين لوحده، بدك تجمع بول 24 ساعة ونشوف البروتين بقول 24 ساعة. قال ليش؟ قال لأنه في تبدل ليلي نهار يطرح البروتين، يعني الإنسان بالليل ما مطرح النهار مطرح أكثر من شيء بروح من جديد، بس نشوف بيلة بروتينية اسمها بروتينوريا بدك تجمع بول 24 ساعة وتقول له المخبر قديش في بروتين 24 ساعة. هلا حيجيك انه والله 100 لحد 150 معلش، إذا حامل ل 300 400 معلش الحمل بزيد حجمه بحجم الكلية بتكبر أكثر مشروب كبير إلى آخره. لكن إذا قال لك والله 700 800 جرام 6 جرامات 4 جرامات، بس أقل من 1 جرام نحن متوجه لشيء اسمه تصلب كلية أو التهاب حمض الكلية. إذا بين 1 و 3 شايفين نتوجه لشيء اسمه التهاب كبد وكلية. إذا أكثر من 3 جرامات نتوجه لشيء اسمه بسموها بيلة نفروزية، يعني الكلية عم تهرب كثير بروتينات ببلش مرض يسموه هذا النفرك سندروم، عند راس كونيا بصير تهريب بروتين كثير، وتهرب بروتين كثير شو بصير بروتين في الدم؟ بتنقص، بتنقص بروتين الدم شو بصير عندنا؟ وزمان صار فانو ستارلينج بندرس في نفس الكامس ان شاء الله، هذا فانو وزمان بيسموه، ليش؟ وقت بيروح البروتين بالدم شو بنضبط غروان شو بصير بنقص فبصير وين شو بتطلع؟ بتطلع مع صباعك شو؟ شايفين كيف؟ ولذلك بيل البروتين لا بتفسر الا بقول 24 ساعه بعكس هدول البقيه. هلا السكر، السكر طبعا عند الانسان الطبيعي سلبي. هلا امتى بكون ايجابي؟ بس شو سكر ايجابي اول شغله بفكر فيها في يكون معه سكري، سكري لا سكري في عندنا عتبه كنا 160 170 ملي جرام فوق بدنا نطلع. فهمت كيف؟ هلا في شيء بتلاقي سكره 190 وعنده سكر بقول هي بنسميها رح نبين السكريه كلويه، هي بتجي خلقها احيانا بيكون العتبه ناقصه عنده، يعني هذا بدون كنت اعطيه 80 او 90 فاذا كان سكره 100 بده يطلع بقول هذا مرض سريع كلوي ما بيعمل مشاكل. عرفتوا كيف؟ يعني احيانا عند الستات بيعملوا شويه فطريات سيارات الفستان او واحد فاري فرفر او اي مشروب. المفروض الانسان حتى لو سوى الغليظه والمخففه والمستحقنه هيك يشطط، التشطيف هو نحن ما بنحب المحارق يا اخوان. والله قال بس لا مي الحمد لله في مي بالوفره ما بتم الترشبات بالبول. عرفتوا كيف؟ اذا كان خاصة اذا في بيله سكريه كلوي والبول حلو والجراثيم الخضوش شو بيساوي؟ تعشر سكريه بصير عندك التهاب. فالبيئه السكريه الكلويه ما لها هون بشرط انه يكون سكر الدم ايش؟ طبيعي. احيانا بيكون غلط مثلا حاطط البول بنيت او دواء سعدي او دواء التهاب ولا كله في محليات. عرفت كيف؟ فبده يغسلها منيح. نحن بفضل دائما نحط بنينه تكون من مخرج او يعني مخبر بلاستيك سمو مستعمل لانه بضل يكون معقم، هذا كله ما ضروري معقم. عرفت كيف؟ الخضار، كلمه الخضار يعني بيعمل يعني مشكله كبيره. الخضار عندنا حالتين، يا يكون خضار ايجابي لحاله بس ما في كريات حمر بقول زيك مصبول يعني كل الوقت ما بتحتاج شيء مشاكل، بس لقينا خضار مثل الزوائد والبروتين والكريات حمر طبيعيه هي مشكله ايش؟ انحلاليه، عنده انحلال يا اكل شيء دواء يا عنده مرض وراثي بكره بنشتغل بامراض دم عن الكريات حمر عم تنحل في المليارات عم يطلع نحن بنحل عنه مليارات من الكريات بس تلاقي الكريات حمر ما بتخضى ما بيطلع لانه الالبيه بترجع تمتص كله، لكن اذا اجى طوفان من الخضى الالبيه ما بترجع تمتص الخضى من عند الانسان في شو بيطلع معها؟ اذا وجد الخضى لوحده هي افه انحلاليه دمويه حتى يسكن الاكس. اما اذا لقينا خضى ايجابي لقينا كريات حمر 60 70 80 ليس الخضى قيمه على الله لانه هذا الخضار طبعا مين؟ طبعا الانسان يكتسب
اهميه اذا كان لوحده، اما اذا وجد معقولات حمر فليس له قيمه. الاصبغه الصفراويه نحن بنطلع منها بثلاثه فنطوس كبد تقليدي، بس نشوف اصبغه صفراويه خمسه راسا ندور على الكبد في شيء مسكر. عندك قناه جامعه، عندك قناه مرابيه، عندك كبد، عندك كذا، فصار في عندنا الاصبغه الصفراويه. شو صار فيها؟ بعضهم طفت كثير او صار في انتاج كثير من الاصبغه الصفراويه، طفت على كثير طلعت معنا جول. هون بيطلع الجول لونه مثل لون العرسوس، عرفتوا كيف؟ لون العرسوس مش هيك غامق كثير، صار غامق جدا، وبيقول لك والله اصبغه ثلاث زوائد، عند انسان طبيعي ما في. عم بحكي عندي عنكم طبيعي، هذا كله سلبي، كله سلبي، بحط لك هيك احيانا هيك ما في شيء. طيب النتريت هي شغله كثير هامه. وقت ما شفنا النتريت بالجول يعني بالمية 99.9 في عندنا انسان ضوئي. نحن بالعالي بالجول الطبيعي نطرح الاكلات المشتقات الازوتيه اللي احنا بناكلها من حمص وجوز بلاك وشاور والى اخره، طبعا عندنا سكريات كبريتات ازوتات. فالازوتات تطرح مع الجول بتعطينا ريحه تبع الجول، لكن النترات ليس لها قيمه لا بالدعايه، لكن اذا كان في جراثيم بالبول في انتان بولي تستقلب النترات الى نتريت. فاذا لقينا نتريت غالبا في عندنا انتان هون بدنا نزرع البول اجباري، عرفت كيف؟ لانه في عندنا جرثومه عم تسرع تمرح وعم تحول النترات ل نتريت. اما الطبيعي هذا سلبي. الكيتون هي اسم اسمها الخلونيه، الكيتون يعني هذا مريض احد الحدا يا عنده سكري فلتان كثير او عنده مجاعه مسكين كشكس يا مثلا ما نشوف الحروب بالولاد بخي احيانا ما عاد في بتبقى الانسان بياكل حاله بصير عنده هضم داخلي بتكتر فبتطلع السم فلمانيه ايجابيه. في بلدنا الحمد لله يعني الحمد لله الله ديما البلد يعني رغم كل مره علينا ما عندنا المجاعه اللي بتصير بلاد العالم. اكثر شيء السم الخمية شفناها بنطلع راسا على السكر، هذا غالبا يكون عنده سكر ايجابي وخلوه ايجابي، هذا معناته مريض اخذ سكر وما عم ياخذ دواء مضبوط. لا تخيل انك الله رب ييسر فيه كله كل المصيبه الا ما كتب الله كمان. السكر من حرام السكر طعم من العصر، اليوم طعم من العصر. تصوروا اذا بدكم لا تراجعوا 35% اللي بيغسلوا كلاوي بامريكا من السكريين، 50% اللي بيغسل كلاوي بالسعوديه والخليج من السكريين، سكر بالكذب. فمشكلته انا اول كم سنه ما كان عندي مشاكل بيصمد لك اياهم بيصمد لك اياهم تتدين 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 10 15 سنه ولا طلع لك 10 مليون ليره ها؟ تكون ضربت شرفيه وضربت قلب وضربت كتف وما عاد فيه. هلا هلا بدك تقول له الله بعد ما عملت 5000 مشكله ايه؟ بالاول انت بتقول سكر ضبط السكر يؤخر لا يمنع ولكنه يؤخر كثيرا كثيرا من اختلاط السكر. اختلاط قاتله دماغيه عينيه قلبيه كلويه اربع اعضاء نبيله وبالاخير يمكن يعمل لك كمان يعمل لك صار شيء جزئي بصير عندك قدم سكريه وخذ خذ روايح خذ شيء شيء الى اخره. الكيتون اذا يعني هو ايش؟ يا مجاعه او سكري فلتان، عرفتوا كيف؟ طيب هلا بعد ما نخلص هالشغلات اللي كلها المريض بياخذ منهم كله 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 طبعا بدك تنتبه في هون عندنا افلام المريض بيعمل افلام عنها. ليش تدخل البحر تكون ابضايات يعني ما تكون حوبي مثلا بيجي مثلا مريض متمرض بيقول لك يا دكتور هلا عم بقول دم قول هذا قول بيجي حق صباحه صغيره قطر نبض الدم سيفير هيماتوريا ليش هذا حق معك نزيف يكون كذاب بده استراحه ليه بلى حدا ضاره على خاصه وكذا يعني ولا بقول الدم شفته هيك ببين هدول هيك يعني شفته هيك ما عنده لا لا ولا عنده حرق ولا عنده مشاكل بده يجي الدم الدم بده يعطي مشكله صورة الايجو طبيعي كل شيء طبيعي تحت كذاب عرفت كيف؟ مثل ما حكينا ما تكون مريض نفسي او كذاب حتى ننفي العظمه عرفت كيف؟ من ساعة ايام متحايلين كثير هلا في متحايلين بيجوا فبدك تقول الدم ما ظريفه يا دكتور لا ما حلوه يا دكتور لا تبعت معك ممرض اذا واحد بيمسك حالات الممرضة مع ما تقول مع بني فهذا كمان بتكون يعني مثل ما حكينا الطبيب بده يكون والله ولا بيطلع بصير مثل حكايه اللي بقصها صاحب النقطه ما بيعرف وين صاحب النقطه هدول تعرف هذا واحد من باب الحاره تبع الشابور واحد الاولي وثاني طشي يعني كل سنه بسنتين جاء المهم هذا الطشي هذا كسلان ما نجح بالخامس قلعوا قلعوا من المدرسه كتبوا كسلان راح على المانيا بالسبعينات كان في موضه يطلعوا على المانيا يجيبوا سيارات كسر يعني يشتروا مرسيدسات مفعسه كذا ويشحنوا لهون يربحوا ارباح كثير يعني الواحد من غيرنا صار ملياردير من هالشغله ما بيعرف يروح
صديق كان يجي لعندها هيك في البطاقه ما بيعرف يقرا. هذاك في اوديشن تم مع صوت اخر بكالوريا دخلت في الاقتصاد وحقوق والصف والعقاري والجنس ما عرف. وقال له طلع لعندي البيت ترافض ورفض اتحرف. قال له طلع عندي على المانيا. لك انا ما معي اكل لك اخي الله وكيلك قرض الطياره والاقامه وكل شيء وانا عندي بيت طويل وعندي بعرف الطياره هذا عنده استقبلوا به مع سيارة شبح نملة صرصور خنفسي شو سيارة لك هذا نضحك عليه كمان حاجز شوفير بحاله واحد مسوق شو أخبار الشباب كيف أبو عصامي أبو عنتر كيف مدري شوي كيف بغداد كيف قال قال له شو لك تتعشى معي ولا تتعشى مع الأطار قال له مشان الله يجي بالأطار وهنا ترك أطاره طيب نام معي لما الأطار تسمع خلاص أنا جاي أشوفك ما بدي نام أحد أتعشى وياك الصرف اليوم وأنت كبير مزرعة قصير صدم باحد للنعيم معه يرزقه ويسلوا يا ضيفه يا هو مسكين أجره فالطبيب بده يكون ذكي جدا بس ما عاد يكون ابن حرام كثير بعده في قول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول كثير خصوصا مني هذا لست بالخف والخف لا يخدع شو معنى الخف؟ كذب خداع خباس هل يعني مقالب من الناس بده يخزوه شو عكس الخب؟ لا والحب حبك حب في عكس الخب اللغة العربية شو؟ المغفل المغفل الخب والمغفل بعكس بعضه مو جناس هذا أدوك بعض عكس بعضه فما بدك تكون مغفل ما تعمل أفلام ما نسف ما نسف نحن عم نشوف نوعية بس الحمد لله لا نسف في بعض الطلبة يعني مسكني بس بيقول لهم مصاري هدول يا أخوان والله والله مثل الزبد يفوشوا بعدين بيتمنوا يجي ينسبوا فدائما بكره بس تتخرج مصاري وتفتح عيادات بلش بداية جديدة ودائما صح مريضك عرفتوا كيف؟ لا تقول أخي أختي ما بتلاقي إلا شوي شوي مثل الهرم عم تطلع يسوي لي بس بصير عندك قاعدة إيجابية كثير لا تفرح بإذن الله إذا أكثر شيء من أول سنة لا نشتغل دائما خليك شوي شوي تطلع ما اسافين بقول يعني انا عم بعرف شوف هلا انه في بعض ما بده بتعمل بدك انا ما عم بحصل بدك تطلب بحصل مشان لو تقدر ما عم بحصل بدك زي ما بدي احط له ضربتين ثلاثة لو فتحت انا بحصل بيجي المريض بدي يعني بقول لك والله لو هو بعث لي كذا ما بدي حق الطبيب يعني فدائما احنا اخواننا يعني يرسل صحه ولازم الطبيب هو الشرطه طبيب خف عن صدقني انت ما بتاخذ مريض مالي يعني ما بيوالي التعب اللي بتعب فيه ما بتجهد اللي بتبذل فيه انت دارس 20 25 سنه لو صرت طبيب فيعني طيب هو المريض ما بيقدر شو سوى اخي ليك بس اقص خمس دقائق اخذ كذا ما كمان كان ايش سير ايش تعب ايش تعب لا يعني المجتمع بتعب الى الى هلا هذا الاثر من هذول ايش شيء اسمه فحص المجري شو بنسوي فحص المجري ناخذ عينه من الجيب من المريض نحط الفوق اختبار نحطه في مستفين نتركه عشر دقائق في عشر دقائق نحطها الدورة الثانية في دقيقة فشو بصير معي باخذ هذا الفوق معي ما حد هذا فوقي على حظي طيب هذا أول سنة لسه ما ماشي ماشي هذا السفالة هي بسموها الرسابة البولية بعد التسفيل العناصر الحرة هون هي مع التسجيل شو بصير فيها؟ بتجمع هون بسموها هيك بسموها مدرسه بسموها الرسالة بسموها الرسالة الجمهورية هلا نحن شو بنساوي؟ ناخذ حامل ناخذ عين من الرسالة ونحطها على صفيحة الجلدية شفافة طبعا نحطها تحت المجهر الكبير هون فحص مجهر هون بالمجهر هون بس انا ما بشوف انا ما بشوف كرات بشوف كرات من بشوف اسطوانات فحطها تحت المجهر وبالتكبير اول شيء قوي بعدين التكبير الضعيف بعدين التكبير القوي شو بدي على ايش عم ادور؟ اول قال بدور اول شيء على الكريات الحمراء كريات حمراء عندي وعندكم في كريات حمراء اربعه خمسه سته بالساحه بالتكبير ما له قيمه عندي بنات بسن النشاط بنفسي لحد العشره ما له قيمه عرفتوا كيف؟ لكن عندك 40 50 عندك تمرير كريات عم تملأ الساحه معناتها عم تعمل زي فوق يعني عرفتوا كيف؟ هلا وقت بشوف الدم بدنا نسال المريض
مثل ما حكينا اذا دم عياني بدك اول بوت ولا باخره ولا من اوله لاخره. الشغله الثانيه بنسال المخبر، هل الكريات الحمراء اللي عم نشوفها فحص البول يا ترى صاق سليم ولا مشرشره مكسره مشوهه؟ اذا قال لك مشوهه معناتها هي جايه من الكبد الكبار، هي طالعه الكريات الحمراء من الكبار تتجاوز غشاء القاعدي تطرش او عين شو بصير فيه تتجاوز وتطلع بسلم لك هي رينال هيماتوريا يعني من منشا قلوي او بريرينال او بنسميها بوسترينال يعني اذا كان كريات حمراء صاغ سليم ومشوهه مع جانب الحويضه جانب الحالب جانب المثانه ما فات بهالغشاء القاعدي فهي بسموها المشعر الكلبي. اذا اكثر من 80% من الكريات الحمراء مشوهه هي جاي من الكبار شايفين؟ وهي اخطر لان الافات الكبار كلي اغلبيتها اذا ما تعرف كان بقصور كلي جزئي. اما الكريات الحمراء جاي مثلا بحصه ثياب مثلا بحصه حاده ما بتصير قصور كلي بتعالجها بتروح. فكثير بتهمنا نقول للمخبر انه دخيل عينك شفنا الكريات الحمراء ما كنا بيزبطوها بس في بعض المخابر بيزبطوا لنا اياها مع دراسه بقول دراسه مع دراسه اشكال الكريات الحمراء ان وجدت يعني يكون 40 50 كوريه بيعملوه بياخذوا شي 100 وحده بيعدون هون بيرتب لها شرط بقى بيقول لك والله انا شفت 80% مشوهين معناتها راس الدوره كبر بكل هي شغله خطره كثير. اذا كان صاب سليم بوسترينال معناتها دور على فحص هذا الكلام مثلا الى اخره ما بتصير. احيانا بوسترينال بتخوف ليش؟ لان في ورم طبعا انت في عندنا ورم بالمنخر بالمثانه او بالكلي بيعطي بوسترينال كوريات حمر سليمه لكن مو سليمه يعني هي بتخوف عرفتوا كيف؟ طيب اي كريات حمراء بعدين وتجيني كريات حمراء راسا بتطلع على الاولانيه في خضار مثل ما حكينا خضار مغلوطين لكن اللي بيهمني كثير اذا في بروتين بس يجتمع البروتين مع الكريات الحمر بالمية 99 خلايا اللي بيهرب كبر اللي بيهرب البروتين بيهرب ايش؟ فهون بدنا نوقف كبر وكلية بكره بندرسكم اياها اذا ثلاث محاضرات بالسنه الخامسه مخيفه جدا لانه اذا ما عالجت قصور الكلى ما انت ما بدا شيء خلص لما كنت من بنت حرام وبنت كلب ونسناسي على نصي بالطريق اول شيء مو عرضني يعني ما لها اعراض مثل مثلا صارت لحالي التهاب لكن الكلى حراره بتتغير بالفحص المجاري بيطلع مكان كوريه حمراء وشيء بروتين لا في حراره ولا في تقطيش ولا في ازمات ولا في شيء ما بتلاقي معها مع شو صار فاقم يحجب قصور الكلى مثل ما بلش قصور الكلى ما بتتغير او قصور الكلى بالنسبه لي سنه وعيد بس بدك تحافظ اللي بيني، إذا نهائي بدك تغسله بسرعة بكري، ما بتطرح، عرفتوا كيف؟ فأكثر أسباب القصور الكلوي هي آفات ايش؟ الكبد والكلية، فإذا وقت تشوف كريات حمراء بدي أشوف البروتين أهم شيء، خضار ما له كيمياء مثل ما حكينا لأنه هي تحصيل حاصل صبت مع كريات حمراء لكن البروتين بخوفني كثير. هلا إذا لقيت بس سبيلة دموية لحالها ولا سبيلة دموية معزولة، شو معناتها معزولة ايش؟ لحالها، يعني هون كان بتخوف إذا كانت ما حكينا قد تكون ورم لا سمح الله ورم الثاني ورم الرضا ورم الكلية كثير بتفوت اوكي أو مثلا يكون في عندنا ألدان أو التهاب نسائي نسفي مثلا في عندنا التهابات واليابسة كثير عند الناس وخاصة عند النساء بسموها التهاب نسائي نسفي بصير مثلا تنزف بصير بتسمى كأنه كان جاتها دورة شهرية بس الدم بيطلع مع البول بشكل جوي. كمان في شغلة هامة كثير وقت بيبول المريض مثل وقت عم بول الدم هذا الدم عم ينزل المريء مثل الشاي ولا عم ينزل خاترات معلقات. اذا قال لك المريء مع الرجال من الكبد والكلية الكبد والكلية بتقطع الكريات تخسر ازماتين مضاده للتخسر فبيطلع الدم غير متخسر. اما اذا قال لك علاقات وجلطات وعم بشوفهم على التواليت هذا غالبا بال 199 بعد الكلية بطرق البوليه عرفتوا كيف؟ كلمة دم يعني مثل ما حكينا امبارح هي إشارة مرور يجب أن لا ما تعمل مذاكرة نفسية لجواز إشارة المرور وتسجل سجود السهو وقال إحنا نجواز نسي شافوا الشرطة يشتغل وقال لها سيدنا نسينا الكريات الحمراء نسينا الإشارة الحمراء ما تتجاوز إيه ماشي بالدم في البول في البراز في الفروعات في السعدية في الأقليم الدم إلى آخره عرفتوا كيف؟ طيب الكريات البيض مثل ما بتعرفوا إذا شفنا كريات اثنين أربعة خمسة ستة سبعة عشرة عند الستات ما بتفرق لكن إذا كان بتاع 40 50 تملا الساحة أول شغلة فكرة كيف إيش؟ فإذا كانت معزولة لوحدها وما في بروتين بالبول هي سفلية من تحت يعني من المسائل إلى كذا كذا لكن إذا كان في إنتان علبة بالكلية صار اسمها التياب حمض أو كلية بيطلع معك كريات يابيني
بالمناطق شوية بروتين بس ما بيتجاوز الواحد جرام. هذا اسمه أكيوت بيرنيفاكس التهاب قوي الركني أو إنتان علوي. إذا كان إنتان علوي كان إنتان إنتان علوي حتما في بروتين مع الكوريات المهمة. لكن ما هو البروتين كثير أقل من واحد جرام، لأن أقل من واحد جرام حتى إنتان قوي علوي بين واحد وثلاثة كبر وكده، وأكثر من ثلاثة نفروز حتى يثبت العكس. طيب الكوريات اللي بس نشوفها ودائما غالبا تكون عرضيه، يعني عندنا حرق بالوقت تطفيش بالجلد، يعني كايت صحيح بوي ستنسي كايت ستنسي وفريكونسي كل بيطلع كل شيء بتلاقي مسكين بحس حاله بده يقوم الثلج بيطلع شوي بس ما بيطلع بيطلع وعي بده كثير، يعني لسانه تتخرش ما عاد تجمع غول عرفتوا كيف؟ فشغله مزعجه جدا، يعني انسان ثاني هو مخطر لكن مزعجه اجتماعيا عرفتوا كيف؟ بتلاقي ساكن بتوالد مسكين بوي فطبعا لك تزرع له غول وتعطي له ما بيخوف، يعني ما كثير بيخوف، هو مزعج ولكنه ليس خطر الكبر وكذا الكبر كويس يقصوا كذا بهذا الانسان نفسه زي تاي مزعج اجتماعيا مزعج كذا بس لكن ما بيخوف يعني ما له مشاكل كثير. طيب كوريات الجديد مثل ما حكينا هلا احيانا بنخاف من شغله كثير، نجي معنا 100 بريه بيضاء بالساحه بنزرع بيقول لك عقيم ما في ما في جراثيم شو عقيم ما في جراثيم عقيم في كوريات مثل بس تشوف كوريات قيحية بالفول وما في شيء بالزرع العادي بدك تفكر بالسد بدك تفكر بالسد السد الريوي حتى السد الكذبي حتى يسوي ايش؟ العكس بيعمل زرع فول على اوصاف القصر دشار بتطلع هيك مشان دور على ايش؟ على قصية كوخ ما بتطلع بيومين ثلاثة هيك بتحطوها مزرعة بتعرف قصية كوخ مش جدا بطيئة بدك الوقت اللي بتنمو فبعد شهر بجيب والله ايجابي بده دواء ست اشهر لتسع اشهر حتى ما يصير معه ايش؟ حتى ما يصير تجبن تروح كلية كيف؟ السد البولي يا اخوان بصير كل الطبقات يعني مو بس انه طبقات عم نطلع عشان سد الرئة مثلا مرور طبقات مهدومة تغذيتها سيئة ساكنين بأبو وحشة زلم ما في شمس السد الكلوي بصير حتى مجتمعات الراقية احنا بسكر شفتي سد مجتمع فاضي هيك عم 50 60 سنة ساكنة بحي راقي جدا شخص يب انا معي سد في حالة من السد بس عند الدراويش والفقراء قلت له والله هذا السد كذا ما كانت طبقات اجتماعية ثانوي أكثر يعني وزرعنا له وعالجنا له واضطرينا نصصه كذا لأنه كان كذا مضروب كثير صصناه وحطينا علاج ونبذ بس ما بيشوي يعني دائما بدك تشخيص المقصود أنا أخذ دواء التهاب أربع حبات خاص ما بدك تعرف شو السبب خاصة إذا عم يتكرر الالتهاب يعني مثلا عالجنا بعد 10 أيام رجع الجسمي عالجنا بعد شهر نفس بدك تدور على السبب، بدك تعمل صورة صغيرة تابعين كل كان في مشكلة بتكون عرفتوا في ركودة قولية إلى آخره. فالكوريات كمان كمان نيجي لشغلة اسمها الأسطوانة بسموها الكاست بالإنجليزي أو السلندر بالفرنساوي، نحن بنسميها أسطوانة، بنتشكل مثل الكاست ما بدي أقول السوري تمام؟ بس يعني بس أنا والله يا ربي بتطلعش من الإعلام بس ما حكي لك كلمة غيرتك، لا نكتب لها قصة، يلا بس رمل عندك كثير هم الأسطوانات لأنه دائما بجيب لها سيرة بالغدة لا طائرين خامية
الديف يا دوران نخام تفرز بروتين نقاطي اسمه تام فورسفور تام اسم العالمي للصور تام سموه اصطلاحنا اذا ما نحن كل عالم من العلماء لما يكون 7-10 نسمي المتراك مثل الفيدان مثل تحديدا هلا هذول الانابيب اللي عم نحكي عليها نحن تفرز اي نوع من هو اي خليه هو طبيعي يعني كل الناس عم تعملها قلت كيف كان في دم ما راح لكن حطوا تدخل تحت كلمة لكن هالأسوانات قد تكون مرضية فمثلا إذا أنا عندي كبر وكلي عم يطلع دم الكوريا كبر من هون في عمر فاشل كمان في عالم السعودي طيب إذا عندي أنا كبر وكلي طلعوا الكريات حمر منهم فشوا له لولا قضى فيه صوانع بتشكر شو بصير الكريات حمر؟ تجمع شو بطلع من نور؟ هي بتمشي بدا ما صار لها بتمشي مع الكريات بول بتمشي مع عليها بولا بنلاقي الكريات شفافة ولكن أصبح عليها الكريات إيش؟ حمرات نقول هي اسطوانات كريات هي بالمية مليون التهاب كبير هون بيجتمع شيء اسمه التناظر يعني أنا كيف شخص كبار بكلية؟ قلت بلا حسان هذا شو بدي لي والله يا أستاذ أنا ما كبار بكلية طبعاً كبار بكلية 14 نوع بس أنا ما بدي أفتدي بكلية يعني شغلت اختصاصي كيف عرفت لي كبار بكلية؟ في عندي 3 شغلات دارت بشخص فيه خلت أنت كنت أقول لي أولا كوريار حمر والبروتين لا يمكن شخص كتاب كبار بكلية إلا من 3 شغلات دلتاتي مجتمع لا يكون في خطر منها فازن هذا بسموه تنادر كوبري بيركب على ثلاث شغلات بين البروتينيه المتوسطه بين واحد الجرامات في عندي بروتين في عندي اسطوانات كوريات حمراء هلا اذا كان في عندي انتان علمي بدل الكوريات الحمر شو عندي كوريات شو بصير اسمها؟ صار اسمها اسطوانات قيحيه شو اسمها؟ بس شوف اسطوانات قيحيه فحص بالوراثه معناتها 100 مليون أن هذا الإنتان قولي إيش؟ علوي بالكلية محويضة جايلة فيه الكبر أما الإنتان السفلي تبع المساني ما رح يمر على المحويضة والمدرسات ما في إسوانات ما في إسوانات قيدية أوتكي هلا إذا في عندي إسوانات شفافة إسوانات كوريا الحمراء إسوانات كوريا البيضاء في عندي إسوانات شحمية بكرة نشوف النفروز كانوا يسمون نفروز الديني لأنه بيطلع في مية ديني كتير محدود عن الأطفال فبتركب على هذه الاسوانات مواد شحمية بسمية اسوانات شحمية وتدل غالبا بالمية 99 على التناوز النفروسي ده هلا اخطر شيء فيهم هي اسوانات الشفافة العريضة شفافة ولكنها عريضة هي هذا تدل على قصور كاليزم المتقدم ليش شفافة ليش عريضة؟ شفافة عندنا ما تجي نعمل بصير في قصور كاليزمية لما تجي هون بصير بضمه لكن كيف شو بصير بنوعها؟ بسيب قصور كاليزم كان عندي مليون نفرون ضربوا 700,000 شو صفيو؟ 300 شو صفيو؟ ضخامة معارضة في بكبر طولة معارضة فشو بصير من كمان بالنبو؟ فإذا أخطر شيء سنقول شو أخطر شيء فيو؟ سوانات شفافة لأنه ليش كما قلت لك كنت تراجع بطيء كراج قلت لك مزرعة طول بطيء 14 يوم بطيء المريض الشفافة العادية ليس لها قيمة الشفافة العريضة والشحمية ما بتخوي كمان بتعرف هي اسوانات هلا اخر شغله بدنا نحكي كلمه هي البلورات، البلورات عندي رمل، والله يا اخي رمل عند الدكتور اذا فاهم كشفير صورتها عم تعرف رمل ثلاث اشكال، والله جمعه رمل بلطيخ
هلا اذا باخذ 100 زلمه 90% بدنا نعمله، خاصه انه بلاد حاره عملتوا كيف؟ شو يا جمال بتخوفنا؟ عندك بدورات في المساحه وما ضاعت فيها السوق، ما ضاعت فيها، عندك حمضي بول، ما ضاعت فيها، بولات صغيره، ما ضاعت فيها، عرفتوا كيف؟ كلها هي شوية مية، هلا إذا كثرت كثير في بدورات كثير بتقول والبول مكسر وهي عم تطلع بمجرى الحديد بتطلق يعني بتصير بتخرج فبصير عنده حرقة بالبول، بس الحرقة ما بتركض فيها مثلا شو بده أخي كثر سوائل إذا راحت الحرقة معناتها زلمة، إذا ما راحت معناتها في التهاب، عرفتوا كيف؟ بكون المريض ما عم يشرب شيء بكون غير مقبول وكثيف فالرمل ما كثير بيخوف، لكن نحن طبعا بالعيادات مو في رمل بس ما بيوقف ما بدك لا وش طبي ما بدك تضرب الا كيف لفات كشفيه وصوره وتحليل هذا شوي وصفه ومي ضابط فنحن عم نعطيه ادويه يعني زعبره بين بيكون شويه في ادويه في السوق كثير يعني حتى اجنبيه في روتينكس في سيستون في عباره عن اعشاب كلها يعني اللي صار الاقدمي كان يستعمل وزاره الالماسه والمديسه سيستين. هذا مرض دراسي هذا بيسوي توصل هذا بين الفصيات المعنده فصيات سيستين اسمها سيستينوريا وهو من الامراض الخطره جدا لانه ممكن تعمل مو كل البلورات سليمه عرفتوا كيف؟ لكن البلورات الشاي اللي بنحكي عليها بالاربع انواع نبلوكيليا شوية مي يعني كثر السوائل بتمدد البول راح هلا بيشاري هذا ممكن يعمل مثلا فصل بلوراس الفطور لانك فطريات مثلا المريضة مو بس لحالها خاصة نحن النساء يعني كثير تفحص البول لتعمل غسل منيح منيح ودائما نحن ننصح دائما ناخذ منتصف التبويب يعني مثلا لو فحص البول وراسي يعني اول كبه ينتقل لبرا هي شو بتساوي هي تصف الحديد عرفتوا كيف؟ بعدين نفتح الكاسه ونخلي منتصف التبويب عرفتوا كيف؟ وهنا بيكون المسك بعدين عيني ما تكون لا